وبنبقى سلمى بمساحتنا الثقافية، فسوريا إلى بصمة دائما في كافة المجالات في قلب معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 49 الذي ينتظره القراء والمثقفون والناشرون من جميع أنحاء الدول العربية. نور، يعتبر من أهم المعارض الدولية العربية اللي بتكون بوابة لعبور الإصدارات السورية رغم ما يلي عم تمر فيها سوريا. من هذا المقرر أكيد سوف ينطلق المعرض ب 27 يناير المقبل لنحكي أكثر عن هذا الموضوع وعن المشاركة السورية. بصرنا يكون معنا رئيس اتحاد الناشرين السوريين الأستاذ هيثم الحافظ. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. يسعد صباحك. دائما هيك بتجيب لنا أخبار المشاركات السورية. يسعد صباحك وصباح السادة المشاهدين. يسعد صباحكم المفعم بالياسمين الدمشقي والرونق. اليوم ننطلق لثقافة متجددة دائما، ونحن في بداية عام جديد. كل عام وأنتم بخير وجميع السوريين بألف ألف خير. طبعا نحن في عنا أفاق كبيرة هذا العام، ومن بيناتها أو الانطلاقة حتكون هالسنة مع معرض القاهرة الدولي للكتاب. ببداية 2018 يمكن في كثير من النشاطات والفعاليات والمعارض عم تحضروا لها. خلينا نحكي عن معرض القاهرة للكتاب. البداية في تحضير كثير كبير، في مشاركة رغم كل الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها. المشاركة السورية دائما موجودة. الظروف الصعبة الناشرين السوريين بتصور هن يعني خلينا نقول تجاوزوا هذا الشعار اللي هو أو هذا الكلام اللي هو دائما كنا نقول الظروف الصعبة والمعقدة اللي نحن مشينا فيها. طبعا مهنة النشر هي مهنة معقدة، لذلك كانت من أكثر المهن بسوريا اللي تأثرت في هذه الظروف الصعبة، لكن الأبطال الناشرين دائما كانوا عم يحاولوا يكسروا هذا الظرف الصعب. وحاولنا في مشاركاتنا في معارض عربية إن كان بالمشرق العربي أو إن كان بالخليج أو إن كان بالمغرب العربي، هذا العام حتكون البوابة بوابة العبور للكتاب السوري، حتكون منطلقة من معرض القاهرة الدولي للكتاب. طبعا ليش معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ لأنه معرض القاهرة هو أهم المعارض على المستوى العالم العربي، وله كمان بصمة كتير كبيرة معرض القاهرة على المستوى الدولي. يعتبر كمان معرض القاهرة الدولي من أكثر ومن أهم المعارض الدولية. طبعا نحن نشاطاتنا كتير كبيرة، وحنساوي يومين حنسميهم يوم الكتاب السوري في معرض القاهرة. حيشارك معنا المثقفين السوريين، إن المقيمين بسوريا حيطلعوا معنا، المتواجدين بسوريا ناشرين ومثقفين وكتاب، وأيضا بعض المسؤولين عن إدارة الثقافة السورية حيكونوا معنا متواجدين في قبة معرض القاهرة الدولي. وأيضا لدينا الكثير من المبدعين السوريين المقيمين والمتواجدين في القاهرة حيساهموا، حنعمل خليط بيناتهم، حيساهموا أيضا في إظهار سوريا أو إظهار الحضارة السورية أو إظهار الثقافة السورية أو إظهار المبدع السوري أو إظهار الكاتب السوري أو إظهار الكتاب السوري، بل مظهر اللائق والمظهر الذي يليق به. طبعا نشاطاتنا في المعرض كثير كبيرة، محاضرات، ندوات ثقافية، توقيع كتب، برامج فنية. عنا أيضا وهذا أول سنة بنساويها، حنساوي حفل فني في معرض القاهرة للموشحات السورية وللفلكلور السوري وللفلكلور والموشحات، إن كان الدمشقية وإن كان الحلبية وإن كان القدود، حنقدمها مباشرة لجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب. وهذا طبعا أول مرة بيصير هذا التعاون، خليني أقول لك يا التعاون الخلاق بيننا وبين اتحاد الناشرين المصريين، بيننا وبين الهيئة المصرية العامة للكتاب. طبعا يعني هذه السنة تكون مشاركة مختلفة، مشاركة مختلفة بطبع آخر، نفس جديد، عودة للكتاب السوري من البوابة المصرية. طبعا هذا الكلام حيشارك فيه مجموعة من الناشرين السوريين، مجموعة من الكتاب، مجموعة من المثقفين والمبدعين،
تعزيز الثقافة السورية وتقديمها بشكل الأمثل وإظهار الواقع الحضاري السوري والتكامل أيضا، وهذا مهم موضوع التكامل السوري المصري، وأؤكد التكامل الشعبي، التكامل الجماهيري، التكامل المبدعين والمثقفين، إضافة إلى أنه حيكون هذا العام تكامل أيضا رسمي، حيكون في عنا عدد من الكتاب أو عدد من القادة الرسميين اللي هن عم يحاولوا خليني أقول يحموا أو يقدموا الثقافة السورية بوجهها الأمثل، إن كان بسوريا وإن كان بالدول العربية، وحتكون هالسنة أول مشاركة لسوريا من بوابة معرض القاهرة الدولي للكتاب. نعم، يعني أستاذ هيثم، كان في لكم مشاركة سابقة أيضا بمعرض القاهرة؟ نعم، طبعا بالعام الفائت. هالسنة يمكن مختلفين شوي حتى بالتنظيم، تماماً الموضوع تماماً، بالأعداد اللي مسافرة معكم. نعم، وأيضا نعم، بالنشاطات اللي أطلعتنا عليها. نعم، نحكي شوي عن هذا الشيء، كيف شو استفدتوا من المشاركة السابقة؟ شو طورتوا السنة من خلال اشتراككم؟ هو معرض القاهرة الدولي يعتبر من أكثر المعارض، إذا ما كان أكثرها، العربية إقبال جماهيري. فنحن طبعا لم ننقطع عن معرض القاهرة في أي عام من الأعوام السابقة. العام اليوم المشاركة 49، وسوريا موجودة في قلب الحدث معرض القاهرة خلال 49 عام الفائتين. اليوم في هذه السنة عنا أفكار جديدة لخليني أقول تسويق الكتاب السوري، لإبراز واقع الكتاب السوري وجماليته، وإبراز محتوى وإمكانياته الكبيرة لهذا الكتاب السوري يلي هو بينافس وبيساهم بخليني أقول زرع المودة والمحبة والسلام في أنماط الثقافية وفي المجتمع العربي. لذلك على فكرة كانت خليني أقول التوافق الكبير ما بين اتحاد الناشرين السوريين واتحاد الناشرين المصريين، بحيث نحن نكون خلق وتعزيز مكانة سوريا في هذا المعرض. نحن اليوم تقريبا عندنا حوالي 140 ناشر سوري مشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، و140 ناشر سوري لا يعتبر رقم عادي طبعا، يعتبر رقم كبير. قولي انت عندك حوالي 140 شركة، حوالي 140 مؤسسة، حوالي 140 مركز ثقافي كبير، آلاف المساهم او آلاف الموجودين حيكونوا موجودين في هذا المعرض. حيكون هدفنا اظهار البسمة السورية في القاهرة، اظهار أننا نحن كمجتمع مثقف، كمجتمع حضاري، كموجودين كمبدعين مثقفين سوريين، حنقول للشعب المصري وللقارئ المصري وللقارئ العربي الموجود في القاهرة، وأيضا لزوار معرض القاهرة الدوليين، لأنه معرض القاهرة له زوار كتير كبير من العالم عموما وليس فقط من العالم العربي، حنقول لهم سوريا موجودة وسوريا لا زالت تنعم بالخير والمحبة والفائدة والسلام. وأيضا حنحاول نظهر الكتاب السوري بمظهره اللائق ومظهره الحضاري من خلال إن كان من خلال الكتب أو من خلال أيضا المحاضرات اللي حيقوم بها المحاضرين السوريين، أو من خلال الورش الثقافية اللي حتكون، وإن كان أيضا من خلال النشاط الفني الترفيهي اللي حيقوم به مجموعة من الفنانين السوريين. إذن اليوم جميعنا لإظهار سوريا بمظهرها الحضاري ومن مظهرها اللائق، وإظهار أيضا الكتاب السوري بأنه هو الحامل الرئيسي لزرع المحبة بين الأشقاء، إن كان الأشقاء السوريين وإن كان الأشقاء العرب. وحيكون دائما هذا المعرض هو انطلاقة وبوابة لوجودنا الثقافي الكبير في كل العالم العربي، وهي حتكون بوابة لأنه نحن حنساوي نفس الموضوع ربما
في معرض مسقط، وربما في معرض الجزائر، في الأردن، في لبنان، في الكويت. حنحاول يكون نفس هذا التعزيز موجود في كل المعارض. حنحاول نعود والعود أحمد من لكل فعالياتنا الثقافية، ونظهر أن مهنة النشر في سوريا هي من المهن الأساسية والجبارة، واللي هي حترجع عقود المجتمع. لأنه نحن على فكرة كناشرين وكمبدعين سوريين، مهمتنا قيادة المجتمع السوري من خلال الثقافة ومن خلال الكتاب ومن خلال هذا الـ خليني أقول لك الحامل، الكتاب اللي هو حامل للثقافة، حامل للعلم، حامل للمعرفة، ومن خلاله حنقدم حضارتنا وثقافتنا. أكيد. خلينا نحكي كمان بعد معرض القاهرة للكتاب، شو في مشاركات إن كان معارض ولا نشاطات؟ يمكن 2017 كانت حافلة بالإنجازات، خلينا نحكي عن البرنامج بال 2018، شو المسؤولية كمان؟ يعني فينا نقول إنه نحن قلنا إنه بال 2017 حققنا 1 2 3 العديد من الأهداف كنا راضيين عنها، يمكن كمان في إنجازات حابين تكون على الصعيد العملي بشكل أكبر. والله أنا بدي أنقل لكم، أو من خلال دائما نحن نستخدم المنبر الأخبارية السورية ونحكي أخبار جديدة ومفرحة. في عنا خبر حلو ومفيد حيكون بشهر 5، أو يعني مع بداية شهر 5 حيكون في عنا، مشكورا السيد وزير الثقافة وافق لإقامة معرض لكتاب الطفل في مكتبة الأسد، وهذا تعتبر كمان خليني أقول بادرة إيجابية كبيرة ومهمة. حتكون في شهر بدايات شهر 5 حنكون مع معرض لكتاب الطفل، حيكون هذا المعرض في تعزيز القيم الإيجابية، وحيكون في تعاون ما بين وزارة الثقافة واتحاد الناشرين ووزارة التربية وإبراز الكتاب الطفل السوري. وأيضا حندعي الناشرين والكتاب العرب لأيضا لإنشاء خليني أقول مظلة جديدة لكتاب الطفل، وكتاب الطفل اللي هو الترفيه والتعليم، وحنساوي أيضا في تعزيز للقيم المتوارثة من قيمنا ومن موروثنا الاجتماعي، أيضا نقدمه للطفل من خلال الكتاب ومن خلال اللعب ومن خلال أيضا وسائل جذب معينة تماما برابو، ومن خلال الوسائل التعليمية الجديدة. حيكون في عنا شيء كتير مهم بتصور بكتاب الطفل. وطبعا نحن كان لنا بسوريا محاولات ل إنشاء معرض سنوي لكتاب الطفل، لكن هذه المحاولات كانت دائما ما تأخذ المسار الإيجابي. كنا نساوي أول سنة وثاني سنة، وبعدين يرد يصير في عنا شيء من عدم خليني أقول الاستمرارية. نحن اليوم بهذا المعرض بتصور حيكون معرض لكتاب الطفل، حنسميه معرض كتاب الطفل الأول، يعني حيكون مستمر وحيكون مساعد. وأيضا الأهم بهذا المعرض الجديد اللي هو حيكون في خليني أقول التعاون الكبير ما بين وزارتي الثقافة والتربية، ومن خلال أيضا المؤسسات الراعية، إن كان الطفولة، تنمية الطفولة المبكرة، وإن كان من خلال اتحاد الناشرين، وإن كان أيضا من خلال مكتبة الأسد، وإن كان في كم كبير بصراحة ومن الجهد خليني أقول الخلاق لتعزيز قيم الطفولة، وبالذات وقت بنقول نحن عم نقدم شيء لكتاب الطفل، إذن عم نقدم شيء للمستقبل، واللي من خلاله نحن عم ننشد مستقبل فرح، عم ننشد على مستقبل فيه
يعم الخير، ونترك هذه السنوات العجاف التي مرت علينا، وأن نعيد طفلنا إلى واقع الجميل وإلى السلام وإلى إحلال المحبة من خلال أيضا معرض مكتبة الأسد لكتاب الطفل. وأيضا بدي أنا خبرك كمان، نحن عندنا مشاركات كبيرة كناشرين سوريين خارج سوريا. عندنا معرض مسقط الدولي للكتاب بشهر 2، عندنا معرض أيضا أبو ظبي، عندنا معرض الشارقة لكتاب الطفل. كمان هدول المشاركات كمان مشاركات مهمة، هدول كلياتهم ما قبل شهر 6 معرض بغداد الدولي للكتاب. إذن اليوم نحن حقيقة عم نحاول أن نظهر سوريا ونظهر الواقع السوري، إن كان بخارج سوريا وإن كان بداخل سوريا، من خلال عملنا ونشاطنا الثقافي ومن خلال منتوجنا اللي نحن عم نحاول خليني نقول ننقل الكتاب والكاتب السوري لواقعه ولعمله المتطور والمتقدم. أكيد نتشكرك رئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم الحافظ على وجودك معنا، نتمنى لكم التوفيق لجميع المشاركات والإنجاز اللي عم تقوموا فيها. وأنا بشكركم، وصباحكم ياسمين دمشقي مفعم بالحيوية والنشاط الثقافي أيضا. شكرا لك، شكرا لك أستاذ هيثم.